اسمها هان تولدت بنوفمبر عام 1912. كانت ولادتها على متن مركب أثناء هروب أبوها وأمها من تركيا لبيروت، ومن بيروت العائلة انتقلت لجبل الدروز بسوريا. أسمهان بطفولتها تربيت تربية جدا مرفهة بتليق بأميرة، والحياة كانت سلسة، إلا أنه بيوم من الأيام القوة الفرنسية اعتقلت أدهم خنجر وهو رايح يزور سلطان الأطرش. سلطان الأطرش غضب من هذا الموقف لأنه أدهم كان ضيف عند عائلة الأطرش، واعتقاله يعتبر انتهاك لحرمة الضيافة عند الدروز. النتيجة أنه المهاوشات ما بين الدروز السوريين والقوات الفرنسية استمرت تقريبا لمدة سنة. نتيجة للمعارك، علياء أم أسمهان قررت أن تسافر لبيروت، ولكن حتى وهي ببيروت كانت مهددة أنه يتم اعتقالها، فكان لازم أن تسافر لمصر اللي كان بوقتها خاضعة للاستعمار البريطاني. لما علياء وصلت القاهرة لقت مضايقات من موظفين الهجرة لأنه ما كان عندها الأوراق المطلوبة، بس علياء طالبت أنه يتم الاتصال على سعد زغلول شخصيا. بالبداية ما أخذ طلبها بمحمل الجد، ولكن بالنهاية فعلا تم الاتصال بسعد زغلول اللي رحب فيها. آمال وأولادها استقروا بالقاهرة، إلا أنه أحوالهم كسكن ومكان اجتماعي وقدرات مادية مختلفة تماما عن أحوالهم لما كانوا بجبل الدروز. وحتى أثناء مكوثهم بالقاهرة أخفوا عن الناس هويتهم الحقيقية. بالمدرسة أستاذ الموسيقى لاحظ حلاوة أصوات أسمهان وأخوها فريد الأطرش، فشجعن وكمان حرص أنه ينمي موهبتهم. بيوم من الأيام داود حسني سمع أسمهان وساعتها قرر أنه يتبناها فنيا، وأيضا تلقت الدروس الموسيقية من محمد الأصبجي وزكريا أحمد. اتجاه العائلة الفني أثار غضب الأب اللي طالب أنه ترجع فورا لسوريا، والأب هدد الأم آمال أنه لو ما رجعت لسوريا فهي طالق بالثلاثة، ولكن الأم بعناد تمت بمصر والأولاد فضلوا على خط الفني اللي لقوا فيه خطوات ناجحة. على سبيل المثال وقعت أسمهان مع شركة كولومبيا للإسطوانات عقد بتسجل فيه 15 غنية، وبعد هيك غنت بالأوبرا المصرية. حفلتها بالأوبرا خلى كتير من الفنانين يزوروها، وكانت أم كلثوم من ضمن هدول الفنانين. الجمهور أعجب بأسمهان وبدأوا إنهم يدعوها عشان تغني بحفلات خاصة. وكمان بمرة من المرات محمد عبد الوهاب سمع صوت أسمهان وقال إنه رغم صغر سنه إلا إنه صوته صوت امرأة ناضجة. تحت الضغوط العائلية اضطرت أسمهان إنها تتزوج قريبة الأمير حسن الأطرش، وكان عمر أسمهان بهداك الوقت هو 22 سنة. سوريا بهي الأثناء كانت بتغلب الأحداث، وطبعا كانت عائلة الأطرش طرف فيها. أسمهان بهي الأثناء كان إلى دور اجتماعي بالجبل، وأيضا كان بعض الأحيان تتوسط بين العائلة والفرنساوي، إلا أنه بعد مرور عدة سنين أصابت ضجر وزوجها أذن له أن تزور مصر. أول ما رجعت للقاهرة أسمهان حاولت تعمل عملية إجهاض لحملة، ولكن الأطباء رفضوا عمل هذا الشيء، وبالفعل تمت ولادة كاميليا. أسمهان تركت كاميليا تتربى مع أمها آمال بمصر ورجعت لسوريا، ولكن كان من الصعب إنها تتأقلم على العيش هناك. بعد فترة سافرت أسمهان لمصر وكانت حاطة ببالها إنها ما بترجع لسوريا. أثناء إقامتها بمصر كان معها أخوها الأكبر فؤاد اللي كان متحكم بتصرفاتها، وكان أيضا يواجه أمه عشان يعمل ضبط لمواعيد الخروج والدخول للبيت، وكمان ضبط لتصرفات أسمهان اللي شايف إنه فيها كتير خروج عن وضعهم الاجتماعي. بعد مدة زوجها حسن وصل لمصر وأسمهان أجبرت على إنها ترجع لسوريا. بسوريا حاولت الانتحار، بس من صوادف الأقدار إنه برقية وصلت لأسمهان كان موضح فيها إنه والدتها مريضة مرض شديد، وكان هذا السبب كافي إنه أسمهان ترجع للقاهرة. لما رجعت الأصبجي ما صدق ولحن له ثلاث أغاني، هي ليت للبراق عينا وأسقنيها بيدي أنت وأمي، والغنية الثالثة هي فرق ما بيننا ليه الزمان. يا ريت فؤادك يعطف علي وتعود إلي يا نور عيني،
بعام 1941 أسمهان عملت فيلم انتصار الشباب، وكمان بعام 1944 عملت فيلم الثاني غرام وانتقام، وبنفس السنة كان موت أسمهان نتيجة الغرق. وفجأة نقوم الاثنين الصديقتين وقالوا ان احنا جايين ناخدها، فقالت لي خلاص بقى مش حاضر ابدا، وكأنهم والعياذ بالله ملاكين من ملائكة الموت. والغريب انهم مركبوش معه، الغريب انهم سبقوها وهي ركبت سيارة ملك الاستوديو مصر، يعني سيارة ما فيهاش اي شبهة من الشبهات اللي شاعت على انه القتل كان عمدا. وهي رايحة على هناك تصادف انها وقعت العربية في مطب، وكانت معها صديقة او دان دي كومباني زي ما يطلقوا عليها، فوقعت معها وكانت البابين مقفولين فما استطاعوش انهم يخرجوا. طبعا موت اسمهان لا زال يشكل لغز لحد اليوم، هل كان غرق حادث ولا كان موت متعمد؟ بختام هاي الحلقة حابب اقول نقطتين. النقطة الاولى انه اثناء اعدادي اصابني الذهول لما عرفت انه اسمهان اغانيها لا تتجاوز 30 غنية. من الصعب اقول اني بحب كل اغانيها، ولكن بكل تأكيد انه في الى اغاني آية بالجمال، وعلى سبيل المثال اغنية يا طيور الحان الاصبجي تظهر قدرات صوتية جدا فريدة. مالت الاغصان من هنا الالحان الثانية اللي حابب أوضحها هي إنه عظمة أسمهان مو بس بأغانيها، ولكن عظمتها كمان إنه سيرة حياتها بتعبر عن مرحلة شديدة الحساسية بعالمنا العربي. أول شيء سفر أبوه وأمه من تركيا لبيروت عشان مشاكل سياسية، وبعدين سفرياتها المتعددة من الشام لمصر وعلاقتها مع الاستعمار الفرنسي بتوضح كيف إنه العالم العربي كان بأزمة شديدة، وكمان علاقتها مع أسرتها واختيارها أنها تترك زوجها وأهلها وتروح لمصر بيوضح كيف أن المجتمع العربي بهي الأثناء كان بحالة تغير من أسلوب حياة لأسلوب حياة تاني مختلف تماما عن القرون اللي قبل. وبهيك وصلنا لنهاية الحلقة، بشكركم على المتابعة.